الرياضة النسوية العراقية في الولايات المتحدة. 14 مدربة عراقية لكرة الطائرة وصلنا إلى واشنطن سعيا إلى كسب الخبرة الرياضية ضمن برنامج التبادل الثقافي الذي تشرف عليه وزارة الخارجية الأمريكية لدعم المرأة في مختلف دول العالم. احنا جدا مستفيدين من هذا البرنامج ونأمل انه تتكرر هكذا برامج دائما في اختصاصات اخرى، ونأمل انه نحصل على معلومات جيدة تفيدنا ناخذها ننقلها معنا الى العراق ونطور بها بلدنا. المرأة العراقية تواجه ظروفا صعبة تتعلق بحقوقها وحرياتها، وتقف هذه الظروف امام تقدمها في شتى المجالات خصوصا الرياضية. مجتمع محافظ، البيئة الاجتماعية لا تسمح في مش في كل العراق، في جنوب العراق لا تسمح للفتاة أن تمارس الرياضة بحرية كاملة إلا بمستوى ضئيل جدا. وفوق ذلك تتعرض المنتخبات النسوية إلى عراقيل إدارية من جانب اللجنة الأولمبية العراقية مما يؤثر على تقدمهن في المجال الرياضي. توفر الإمكانيات المادية، توفر أول شيء الأمان، يعني بالبداية نحن ببلدنا إذا توفر الأمان يتوفر كل شيء، من يتوفر الأمان يستطيع اللاعب أن يتنقل. تم حرماننا المنتخب الوطني العراقي لكرة الطائرة للنساء من المشاركة في الدورة العربية التي تقام حاليا في دولة قطر ولأسباب غير معروفة. الولايات المتحدة ومنذ العام 2003 قامت بتدريب 879 رياضية من مختلف دول العالم، وأغلب هؤلاء النساء يحلمن بمشاريع جديدة لتطوير المرأة في بلادهن والانتقال بها إلى حياة أكثر نجاحاً وسعادة. أعتقد أن التغيير السياسي في العراق خلال العقد الماضي فتح فرصة أكبر للمرأة الرياضية خصوصا الشابات المهتمات بالرياضة، وأعتقد أن ذلك يفتح الباب واسعا أمام الرياضات الأخرى، وهذا ما لم يكن متاحا في السابق. رحلة الرياضيات العراقيات إلى الولايات المتحدة والتي تستمر حوالي أسبوعين تتضمن القيام بتدريبات مع ناظراتهن الأمريكيات والتعامل مع الرياضيين ذوي الإعاقات الجسدية وزيارات إلى مناطق مختلفة من الولايات الأمريكية للقيام بتدريبات خاصة ببناء الفرق الرياضية. هؤلاء الرياضيات سوف يرجعن إلى بلدهن العراق محملات بخبرات جديدة وأفكار متنوعة من شأنها أن تشكل إضافة إيجابية إلى الرياضة النسوية في العراق بشكل خاص وحياة المرأة العراقية بشكل عام. أنا درغام لبرنامج اليوم فيرجينيا.